الحلقه ديال الموسيقى الثقافي الجديد 2022 واللي الحدث اليوم هو عرض مسرحيه احتفاليه الصعلوك وهي من تاليف الدكتور عبد الكريم برشيد واخراج دريش شويكا. بعدها ستستلم مجموعه من الانشطه الثقافيه، فمثلا يوم الاحد ان شاء الله لنا امسيه سجاديه بمشاركه مجموعه من السجادين من مدن مختلفه. بعدها كذلك هناك عروض مسرحيه التي تدخل في اطار الدعم الذي تقدمه وزاره الشباب والثقافه والتواصل لمجموعه من الفرق المسرحيه المحترفه. والعروض المقبله ان شاء الله كاين عرض النورس في مدينه مكناس، وكذلك عرض شوكولا شو في مدينه الرباط. وتنتمنى انكم تستمروا معنا في التنظيم ديال الانشطه الثقافيه، وشكرا لوقتكم. مرحبا بالسيده مرحبا هذا العرض هذا كيف ما شفتوا كيحاول يمزج بين التقنيات المسرح والتقنيات السينمائيه. هو شيء جديد بالنسبه للتجارب المغربيه، وفي نفس الوقت صعب لانه حسب الظروف التقنيه، خصوصا بعد الاغلاق ديال القاعات هذه تقريبا 3 سنين، الظروف التقنيه شويه ما كتسمحش باش نضفوا جميع الامكانيات التقنيه. ولكن العرض الاول اللي كان في صباح محمد الخامس كان شيء اخر، لان كانت امكانيات تقنيه كبيره الى اخره. ولكن على العموم هو النص الاصلي ديال سي عبد الكريم برشيد غني من الناحيه الموضوعيه، وحنا ضفنا عليه مسائل جماليه خاصه. وهذا المزج بين المسرح والسينما عطاتو واحد رونق جديد اللي ما عمرو تدار به لحد الساعه. وهذه التجربه هذه مستمرين فيها حتى عندنا مشاريع اخرى ديال يعني نصوص مسرحيه اخرى اللي غادي نحاول نقتبسوها بنفس الطريقه بنفس الشكل الجمالي والتقني. شكرا سيدي. بالنسبه لكم انتم كمخرج سينمائي وكمخرج مسرحي، كيف كانت الحادثه واش في المسرح ولا في السينما ولا فيهم بجوج من خلال هذا العمل هذا اللي كيدخل في اطار الاعمال الفريده على مستوى خشبات المسرح؟ كنشوفوا اللغه البصريه فوق الخشبه. بطبيعه الحال هو كان وجدت راسي في السينما منذ 10 سنين، ولكن نظرا للتحول اللي كاين حاليا في السنوات الاخيره والصعوبه ديال الانتاج السينمائي اللي مازال كتكبر، والانتاج السينمائي ولا كيطلب امكانيات كبيره اللي صعيب باش تلقاها في البلاد، فغيرت شويه التوجه هاد السنوات الاخيره ومن تقريبا 2017 وليت كنركز على المسرح اكثر. لان اولا المسرح اهتميت به جوج ديال الاسباب الاساسيه. اولا القرب المباشر مع الجمهور، لان المسرح كيتيح المباشر اللقاء المباشر. وحنا في بعض هذه العروض ديال الجوله خصوصا في صباح محمد الخامس مثلا وفي تطوان درنا مناقشه من بعض العرض مع الجمهور، لانه كان الجمهور
تفاعل وكان الجمهور عاشق للفن والمسرح في نفس الوقت. وهذه مدن اللي فيها تقليد ديال المشاهدة قديمة بطبيعة الحال هذه ميزو. إذن هذا هو. والمسألة الثانية هو أنه كتتيح لك إمكانيات تقنية كبيرة يعني بتكلفة مادية أقل. أقل بكثير من السينما، لأن السينما الآن إذا ما عندكش إمكانيات كبيرة غادي تبقى تخربق. شكرا سيدي الشوي، كان خير مسرحية السوروك بمدينة مسرح القصير. شكرا. العرض ديال تيفيدية صالوك وجاء دابا في إطار الجولة الوطنية اللي كتقوم بها الفرقة ديالنا. هذا العرض هذا التميز ديالو كيكمن في أنه qui mélangeait entre cinéma et l'art vivant en même temps. يعني كنكون واحد المشاهد السينمائي وكنكملوا عليه بمشاهد مسرحي. كيفاش كان التفاعل ديال الجمهور في مسرح القصير على غرار باقي القاعات المسرحيه؟ الصراحه كان التفاعل مزيان. حنا كاع العروض اللي دوزنا كنلاحظوا بانه كاين واحد التفاعل الجمهور مزيان. هو كاين واحد النقص في الحضور، ما عرفناش منين رجع، يمكن من بعد الكوفيد باقي ما وصلناش ان الناس يرجعوا يتيقوا ويرجعوا للقاعات، ولكن الناس اللي كيحضروا بيكون واحد التفاعل مزيان وخبيه. وكنشكروا الناس ديال القصير على الحضور ديال التفاعل ديالهم. شكرا. هنا رفقه المخرج المقتدر بشوي، شنو كيعني لك؟ صراحه هي واحد التجربه جديده، تجربه اللي استفدت منها شي حوايج يعني شخصيا انا استفدت منهم باش نقدر نعاود نشتغل بهم مرات ومرات اخرى ان شاء الله. شكرا 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 لك. السلام عليكم، معكم رقيب. الدور ديالي في مسرحية ديال احتفالية الصعلوك، الدور ديال البوليسية اللي كتعالج مواضيع ديال المرأة بصفة عامة في جميع الميدانات، ودرت الدور ديال البوليسية. هاد التجربة مع ديال الشويكة راه دائما تنخدم معاه، لأن تقريبا هذه خمس مسرحية نفس ستيل اللي كيدير دري الشويكة، اللي هو كيجمع ما بين السينما والمسرح. وهاد التجربة هادي صراحة زوينة. ديجا درت مع مسرحيات الأولين مع محمد الشوبي، مع إلى رشيد، مع نجيد الكرون، مع سي نور الدين بكر الله يرحمه، عمي إدريس. يعني كانت تجربة جميلة، وصراحة كنشكر سي إدريس الشويكة على هاد التجربة هادي، لأن فتحت المجال المسرح باش الناس تكتشف السينما والمسرح في نفس الوقت، ومواضيع كاملين تقريبا كيهضروا على المرأة. وكنتمنى الميساج يكون وصل، وكنتمنى يكون عجبكم العرض. شكرا لكم، عرض كان رائع. شكرا لكم.